السؤال الأخير أو قبل الأخير، يطالب بتعليق على الأحداث بتاعت الحج. وكانت إيران كدولة شيعية رافضية خبيثة توعدت المملكة وتوعدت الحجيج بإفساد موسم الحج، وتوعدت بإعمال عمليات تفجيرية. شوف الناس دي ما بخافوا الله، الناس دي ما بخافوا ربهم. انت دار تفجر ناس دول البيت الحرام، ضيوف الرحمن جايين دار يفجروهم، فهمت؟ وتوعدوا توعدات كثيرة جدا، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى والفضل لله جل وعلا وفق المملكة العربية السعودية على تنظيم الحج بتنظيم عالي جدا، وخدموا حجيج بيت الله سبحانه وتعالى خدمة عالية عالية المستوى، شهد بها الأعداء قبل الأصدقاء. أي زول مشى الحج، أنا قابلني واحد أخو مسلم حاقد جدا من الحاقدين على السعودية، وشوف كل مبتدع إن كان من جانب الإخوان المسلمين أو من جانب الصوفية أو من جانب الشيعة لابد تلقى حاقد على السعودية، أنت فاهم؟ بوريك بعد شوية ليه حاقدين عليها. فده رغم الحقد بتاعه سألته أنا دار أعرف الموية بتاعته شنو، قلت لها وجارنا الحج كيف؟ قال لي والله الناس دي خدموا الحج ده خدمة كبيرة جدا، مستشفيات رعاية كاملة وعناية تامة بالحجيج. وده الشيء يا إخواننا المشاهد الآن، أنت لو فتحت وسائل التواصل، يعني أنا طلعت أثناء ما بقلب كده على مشاهد من الحج وخدمة المملكة ورجال الأمن للحجاج للكبار وللأطفال الصغار. يا أخي زول عليك الله، راجل كبير بيشيلوا في ظهرهم، بيشيلوا شيل عشان يؤدي المناسك، شوف الرحمة في قلوبهم. ناس الأطفال الصغار، واحد أمه تعبت أو ذووه تعبوا يشيلوه، وتلقاهم بيأكلوا في ده وبيرشوا ده بالموية وبيضحكوا معاداك وبيخدموك انت لمن تأدي المناسك كلها آمنا مطمئنا. عشان كده ربنا قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فربنا سبحانه وتعالى وفق المملكة إنه أمنت جعلت أمان للحج. أنت تحج بيت الله سبحانه وتعالى وتلقى عناية في بيتكم ما في، والله أتحداك. تعرف عندنا ناس بيمشوا الحج، الواحد مع إنه الحج ده فيه تعب جسدي، تعب جسدي شديد، بيمشي مسافات بعيدة، فهمت؟ بالرجوله وبيأدي المناسك وفيها مشقة على البدن، بعد ده يجي ناير ويجي ظريف وسمين كمان، وتجي شايل حاجات من هناك معاك. شوف الخير ده، ده كله اتخيل ايران تتوعد وغيرها من المفسدين يتوعدوا، قالوا ده نعمل عمليات تفجيريه ودار نفجر في الحرم. ربنا قال ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. والله ربنا يأدبكم. والافظع من كده قالوا دار يعملوا حج في كربلاء هناك، دار يعملوا كعبه براهم ودار يحجوا براهم. شوف تحج براك، تحج هنا في مكه انت كشيعي ما عندك حج، أعرف المعلومة دي، وده حكم على وجه التعميم لأنه الشيعة كفرة. الشيعة أنت قالوا من المسلمين، المفتي هسه طلع فتوى قريب، ده مفتي عام بتاع السعودية، ده ما من المسلمين. أنت مسلم عنده رأي في القرآن، أنت لقاك مسلم عنده رأي في القرآن، عنده رأي في القرآن ويقول لك أنا مسلم، مسلم على شنو؟ مسلم ويسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مسلم ويعتقد أن عائشة زانية والعياذ بالله، مسلم يقول لك بيرى إنه الصحابة كفروا إلا قليلا، مسلم وبعضهم يعتقد أن جزءا من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار، قالوا لأنه جامع عائشة وعائشة زانية، قالوا جزء من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار. دين أنت بترجى منهم خير؟ هؤلاء كفرة وملاعين، تمشي تحج في كربلاء، تحج في أي محلة ما عندك حجزاته، أبشر روحوا كربلاء، روحوا أي محلة، الله لا عادكم، روحوا يلا. وداركم منو؟ ونحن في البلد عندنا خليل الما وصلوا درجة الشيعة ديلك، عندنا جماعة هني قالوا كان فاتك الحجاز الحق بحراز، ديل دار يمشوا بحراز هني، وديلك دار يطيروا يمشوا كربلاء بغادي، وكل ده ما حج، لأنه ربنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، الحج ده بتمشي تحج بيت الله تبارك وتعالى
وتتطوف في البيت العتيق. عشان كده المجار مديل أنا دار أختم لك كلامي بنقطة مهمة. ما هو الدافع لإيران إنها تتخذ موقف زي ده وتمنع الحجيج بتاعنا يمشوا؟ وما هو الدافع للسعودية لأنها تجيف المواقف دي كلها؟ دافع إيران بالنسبة لكم واضح، ناس فسقة وفجرة وأعداء للصحابة وأعداء لدين النبي عليه الصلاة والسلام. أما السعودية والجماعة البكرهوة، السبب فيما وفقوا له من الخير، ما تتخيل إنه المسألة دي جاء صدفة. الخير في السعودية ده كنتوا شايفينه كلكم، ما تتخيل جاء صدفة، ده جاء بسبب التوحيد يا ناس. توحيد ده اللي بيجيب الخير. الدليل شنو؟ ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أتخيل معاي نحن الحاج عندنا السوداني بيمشي من بلد زراعي، بلد من شاقي ونيل من الأول للآخر وأنهار ثانية وبلد خصبة وزراعية، فهمت؟ بيمشي من بلد زي ده، يمشي السعودية يا دوب يضرب فواكه هناك، وداك بلد ربنا قال بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، زراعة ما فيها، نيل واحد ما في، فهمت؟ بعد ده بتلقى الخير وبتلقى البركة. دي من وين؟ انت قال جات من وين؟ جات كأنه يا اخواننا ما في قبة بتعبد هناك، قبر واحد بيعبد ما في. بالله شوف الخير ده. نحن هنا هسه واحد بيكلم فيني وانا جاي للحلقة العصر ده، قال لي المقابر الجنبنا دي فيها 8 قباب، قال بنوا قبة نمرة 9 بتاعت مرة. اها شوف لك بلاوي، مرة بنوا لها قبة جديدة هنا هسه، والجماعة بيعبدوا فيها في المقابر بتاعت المايقومة. يا ناس نحن ما بنتقدم إلا بتوحيد بعقيدة. ربنا قال ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا قال فكفرت بأنعم الله، النتيجة شنو؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الناس حجوا في السعودية هذا العام وعليهم الأمان، أمان تام. إيران تتوعد وربنا بأمن. أها الأقوى إيران ولا ربنا؟ ربنا أقوى منهم، تتوعد زي ما هي عايزة وربنا سبحانه وتعالى بأمن لحجيج بيته المبارك. ربنا بأمنهم وتمشي مطمئن وتجي سالم وغانم. لكن الحرب دي كلها هي حرب ضد التوحيد. أنا دارك تفهم المعلومة دي عشان ما تتخيلون دي مسألة سياسية وسياسة إيران ضد سياسة السعودية. المسألة حرب ضد العقيدة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدموا. والسلام عليكم ورحمة الله. أنا ما تخيلتش إن في حد ممكن يعمل الخدمات دي، فعرفة لقيت كمية خير بتتوزع علينا، لا احتاجنا أكل ولا شرب ولا مواصلة. اللهم لك الحمد. كأهل السعودية الله يبارك لكم، ضيافة كويسة جدا يعني. أتمنى تضيفونا في بلدي نرد جزء من كرمكم علينا. مفيش دولة في العالم تقدر تنظم العدد ده. احنا فخورين بالمملكة العربية السعودية، وشيء جميل كل سنة إن شاء الله ربنا بيكرمنا بالحج. dan berterima kasih atas الخدمات التي قدمتها المملكة العربية السعودية في هذه السنة، يعني فيها تطور، فيها شيء من جديد يعني كذا بالنسبة للخدمات العام الماضي يعني، فلمسنا هذا الموضوع يعني في الخدمات المقدمة يعني. والله بصراحة لا يخفى عليكم أنها خدمة تشكرون عليها، وجزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء. ونحن أهل اليمن نشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الحجاج هذه الذي ترفع رأس الأمة العربية. الحمد لله كان يوم موفق وميسر، وبصراحة الجهات السعودية عاملة كل الإمكانيات اللي بتيسر على كل واحد بيقوم بفريضة الحج، بحيث ان احنا قضيناها في يسر وفي سلام، وكان يوم عرس وكأنه عيد، والحمد لله عدت مناسكه على خير، وان شاء الله نزلين على المزدلفة. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما انشدتم رحم الاله صداك يا قحطاني.